يمكن من أغرب المواقف اللي انت هتسمعها في حياتك بعد ما تصلي على حبيب قلبك محمد. كنت قاعد في مرة مع شيخ معالج بالقرآن، فسألته قلت له بالله عليك أنا عاوز أسمع منك يعني أغرب حاجة قابلتك في رحلتك للعلاج، راجل بيعالج بقاله سنوات. قال لي والله يا شيخ اتصل علي واحد قال لي لو انت في آخر الدنيا تعالالي وكل الفلوس اللي تطلبها يعني لو عاوز ابعتها لك ابعتها لك قبل ما تيجي. بيقول الراجل اللي اتصل عليه ده يا كرام رجل اعمال يعني معامل الملايين ما شاء الله، وعنده من الشركات ما شاء الله، وعنده بدل العربية 2 و3، ومتزوج وعنده اولاد. تخيل بيطلبه، بيطلب الشيخ المعالج بالقرآن ده بيقول له تعالالي من اي مكان واللي انت عاوزه هتاخده. ليه يا عم؟ خلي بالك. قال له يا شيخ انا عندي مشاكل الدنيا والاخرة، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا جميعا لما يحبه ويرضاه، كله امين. بيقول الشيخ رحت له يا شيخ محمد، وسبحان الله يعني والله العظيم يا كرام لو انت في حساباتك ان الرزق فلوس بس يبقى عيد حساباتك تاني. لو انت في حساباتك ان الرزق اولاد بس يبقى انت فاهم غلط. لو انت في حساباتك ان الرزق رصيد في البنك بس يبقى انت فاهم غلط. والله العظيم مش كل الرزق فلوس. ليه؟ لان انت ممكن ربنا يرزقك ويوسع عليك بالمال فقط، والمال ده يوصلك الى جهنم والعياذ بالله. الشيخ المعالج راح للراجل ده، الراجل الاعمال الغني ده، قال له ايه يا عم بقى احكي لي عن مشاكلك وتقول لي تعالى لي والفلوس اللي انت عاوزها. قال له ايه مالك؟ قال له يا عم الشيخ اسمع كده بعد ما توحد الله وما تسرحش مني بالله عليك. قال له يا عم الشيخ انا ولادي كلهم في طريق المخدرات ولا حول ولا قوة الا بالله، وزوجتي بتقعد عندي يوم وعند ابوها شهر، ومفيش راحة ابدا بيني وبين زوجتي بقالي سنوات. التجارة بتاعتي بالرغم يا شيخ ان انا عندي يعني انا بكسب كتير، والالف بعرف اجيبه 100 ألف، وسبحان الله العظيم هذا من المال الحرام ولا حول ولا قوة الا بالله. ازاي؟ لما راح الشيخ قال له يا فلان انتوا مفيش فيكوا حاجة من الاعمال ولا السحر وما شابه. قال له امال ايه يا عم الشيخ؟ قال له انت ظلمت حد او كلت مال حد. قال له ليه بتقول كده يا عم الشيخ؟ قال له ما انا قلت لك انت مفيش حاجة فيكم من الاعمال والسحر وما شابه، وانا حاسس انك انت ممكن تكون ظلمت حد. دعا عليك دعوة ربنا وصلك للي انت فيه. قال له يا عم الشيخ انا بصراحة كده واكل ورث اخوات البنات ولا حول ولا قوة الا بالله. قال له يا عم الشيخ انا بصراحة كده واكل ورث اخوات البنات ولا حول ولا قوة الا بالله. وخلي بالك احيانا يكون غضب الله على صاحب المال الحرام بأن أعطاه مالا حرام، وإذا اشتد غضب الله بارك الله له فيه. ربنا غضبان عليك يديك المال الحرام ويقول لك اشبع، ويغضب عليك أكتر يبارك لك في المال الحرام ده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال له لو أنت عاوز من ربنا يهدي لك أولادك، وعاوز من ربنا يهدي لك زوجتك، وعاوز من ربنا يبارك لك في مالك، قال له اعمل ايه يا عم الشيخ؟ قال له اعطي اخواتك البنات ميراثهم، وزي ما ظلمتهم ادي كل واحدة حقها. وقال له ما اقدرش اعمل لك حاجة، سلام عليكم ورحمة الله.